Ben Clostridium herpetangular positif. Obligatory anaerobic capable of producing endospore which protect them in harmful environments. الاسبور هذه اللي بتحميها طبعا وبتخليها فتره طويله. تمام. Individual cells are طبعا root shape. في عندها اشكال بنشوفها الان بعد شويه. The spores are usually wider than the roots and are located terminally or subterminally. بتكون اللوكيشن تبعها يا اما ايش في النهايه؟ تبع الروت. كمان قلنا most Clostridia are motile طبعا هي بتتحرك عندها اهداف by pretracheous flagellae while others have a capsule like Clostridia perfringens. هذه طبعا الاشكال حق الكلوستريديا عندنا تقريبا اكثر من 100 نوع الكلوستريديا. اول نوع عندنا الكلوستريديا ديرسيلي كمان الكلوستريديا بوتيلينا كمان الكلوستريديا بيرفرجنس وهنا الكلوستريديا تيتاني بس ما سجلش. الجينس كلوستريديا قلنا ريبريزنت هيتروجينوس جروبس يعني عنده انواع كثيره جدا هي طبعا من جانعين انايروبيك تشتغل ايه ما تحتاجش بيئه هوائيه تمام. قلنا هذا سبيشيز مثل ايش الكلوستريديوم بيناهم شويه ديرسيلي كمان بوتيلينا وكمان التيتاني والبيرفرجنس وقلنا اكثر نوع كمان هنا اللي هي نباتوجين واكثر شيء بيكون موجود في اللارج انتستاين اللي هي اكتي اسيتو بيتيليكا. طبعا معظم الانواع معظم الحالات الدياريا بتكون بسبب هذه البكتيريا لانه مع اخذ الانتي بايوتيك بيحصل عيون بتنقص المناعة بالتالي بيحصل الدياريا بتبدأ تشتغل هذه البكتيريا. يعني شو أفهم؟ يعني تظهر مع استخدام المضاد الحيوي. يعني معظم الحالات تقريبا حوالي 20% من الحالات. يعني واحد يظهر في المستشفى عند بيستا عندنا شو؟ أحيانا بتتأكد إذا كان عنده أنتي بيوتيك أو كذا بسبب إنه ليش بعض الحالات بعض الأنتي بيوتيك بيشتغل يعني معظم الحالات السايد افكت حق الأنتي بيوتيك بيعملنا دياريا. نعم. بسبب إنه يبدأ ينقص من مناعة الجسم ويبدأ تشتغل هذه البكتيريا. هي ننباثوجين توجد باللارج انتستاين بس ننباثوجين. قلنا هي أكثر من 200 نوع كلوستريديوم سبيشيز قلنا أكثر شيء إحنا بنمسك تقريبا ثلاث أو أربع أنواع تمام. At least 30 are associated with the human disease. هي 30 نوع اللي بيكون ايش بيشتغل على امراض الجسم. They usually appear as gram positive roots. However, many stains may appear gram positive, variable or gram negative. يعني مش كلهم gram positive، في منهم gram positive، gram negative. هذا كله according to the ايش؟ to the laboratory. Clostridium consists of around هنا معلش حصل لخبطه هو تقريبا برضه 200 ما تاخذ اكثر من 200 نوع. البيرفرجنس اكتشف تشتغل طبعا الان بنشوف البيرولنس او ايش الديزيز اللي بتسببه هذه البكتيريا. كلوستريديوم بيرفرجنس بتسبب لنا الجاز جنجرين تمام بس احنا هي كمان سبب في الفود بويزنينج زي ما قال الدكتور معاك. وعندنا كمان كلوستريديوم تيتاني معروف التيتانوس والبيتيولينا كمان بتعمل لنا كمان تسمم غذائي بيتيوليزم و هي تعمل لنا كمان اكثر شيء بتشتغل واللي بتهمنا هنا اكثر شيء بتشتغل اكثر شيء على اللارج انتستاين تمام. سيوديوم امبرينوس كولايتس هي مشاكل الامعاء والمعده بتكون هي الكوليستريديوم تفسيري. كمان الكوليستريديوم سيرجري كان كوز فيتال انفكشنز ان اكسبشنالي رير كيسز افتر ميديكال ابورشن. The shape of Clostridia variable. أنا أساس منين حددت؟ حكينا عن الأشكال كانت من قبل تمام. نرجع لها الأشكال تبعها في منها طبعا الروت في منها بتكون اللي هي بتكون متبخ بالأطراف بالترمينس سب ترمينس وفي عندها بتكون عندها فلاج اللي هلا هي بتكون سنترال في حالة الايش الكلوستريديوم باي فيرمنتنس وسب تريمينال في حالة الكلوستريديوم بيرفرجنس بتكون اوفل في حالة التريمينال تريمينال الكلوستريديوم تيتانو وسفيريكال اند تريمينال جيفينج درام ستيك ابييرنس ان كلوستريديوم تيتاني. بعتذر بس اني قد عدلت لما نقلت الفلاشة ما طلعش معي الصور. هذه الاشكال تفيد في ايش؟ Short fat vacilli with blunt ends
It's encapsulated and then motile ما بتتحركش مش زي الدبسيلي. Anaerobic, it grows quickly on laboratory media, on blood agar and be hemolytic. تمام الصور راحت. عندنا هذا التست اللي هو litmus milk test. عندنا كمان nuclear reactions اللي هو listinase test. الجلسريدين بيتفرجنس بتكون بروديوس ديزيز حكينا انه بتسبب نحنا الجاز جانجرين وبتسبب كمان الفود بويزنينج. الفيرولنس فاكتور هي بالضبط ايش كيف بتشتغل انها بتفرز نحنا توكسينز مثل الالفا توكسين واللي بيعمل نحنا طبعا ريد بلود سيل رابشر واديما اند تيشيو ديستركشن وبيعمل لنا وكمان معانا الانجيروتوكسين في كمان الكولاجينيز والهايلورونيديز والدي ان ايز. هذه التوكسينز اللي بتعمل لنا الفيروس وذا بكتيريا والكلستريديوم. الميديا يوز في الكالتيفيشن بنحتاجها عشان نعمل انكوبيشن لها في الليكويد ميديا فور كالتيفيشن كوكت ميت بروت. في كمان الثايجليك جلايكوليت بروت وسي ام بي. الكلستريديوم تيتاني معروف عنها بتكون بسبب نحن تقريبا 40% من حالات الديث. كليستريديوم ديبسيلي فانا اتس سبيشيس جرام بوزيتيف بكتيريا. اتس سبيشيس جرام بوزيتيف بكتيريا جينس اوف كليستريديوم كوزز دياريا اند اذر انتستينال ديزيز وين كومبيتينج بكتيريا ار ويكت اوت باي انتيبيوتيك. خصائص الكلستريديا او الانهبيتنت بروتوكول الانهبيتنت. الانهبيتنت بتكون ديرسلي موجوده في السويل في الاير في الووتر في الهيومن ان اني فيسز وقلنا انها بتكون موجوده احيانا اذا نانو باثوجينيك. معظم الاشخاص بيكونوا حاملين لهذه البكتيريا. ثانك يو. هل الكورين لذلك الكورين تعتبر ايش هي؟ بالجرام بتساعدها في الجرام تعيش لا هوائية على شكل قضيب طولها حطها 2 إلى 6 ميكرون متر الطول 1.1 إلى 1.5 ميكرومتر العرض حقها. عادة ما تكون الشيكولي متحركة عن طريق الأصوات فيها صوت الشكل حقها هي أغلب البكتيريا تحرك حركة الدودية أو حركة عن طريق الأصوات. تنتقل الغاز هي هذه الوحيدة التي يميزها على بقية البكتيريا إن لازم هايش الكربوهيدرات تشتغل على الكربوهيدرات اللي تحمر السكر. فود بوزنينج الأعراض والعلامات بشكل عام هي نفس الأعراض حق الكل الكومتينج والسموك بين والدياريا والويك والفيفا كلها ايش نفس بعض. هنا الاسيدنس للأمراض البوزنينج بشكل عام كلها تظهر التقديرات الأولية على الأب العالمي للأمراض المنقولة عن طريق البذرية تقدر من 1 من كل 10 أشخاص يصابون سنويا مع سبب تلوث المواد الغذائية. 420 ألف يموتوا نتيجة التسمم الغذائي منهم أغلبهم يعيش الأطفال ما دون سن 5 سنوات. 125 ألف حالة وفاة للأطفال ما دون سن 5 سنوات. كذلك في منطقة إفريقيا أو شرق آسيا كذلك الأكثر عرضة طبعا احنا نعرف الدول النامية تكون أكثر عرضة للتسمم الغذائي. 30% من جميع الوفية الناجمة من الأمراض تنتقل عن طريق الغذاء خاصة الأطفال ما دون سن 5 سنوات. طيب الستافيلوكوكس نفس ما تكلمنا انها ايش لا تسبب هي ما تسبب ايش السم حقها الذي يكون على المواد الغذائيه اذا لم يطهى جيدا وفترتها
زي ما قال دكتور من 1 إلى 8 ساعات بالكثير، بعد ساعة واحدة يعني يشتغل الأعراض والعلامات. بعد من 1 إلى 8 ساعات حتى تصل ربما تكون سلمونية. بالضبط. هذا النمبر البكتيريا، كيف تبدأ البكتيريا؟ تبدأ البكتيريا طبعا تسموه قليل 1 ميكرو 100 خلية، بعد 20 دقيقة تقدر يعيش ضعف كل خلية تنقسم إلى خليتين، هذا معروف تسمى انقسام حق البكتيريا. بعد ذلك يعيش بعد 40 دقيقة بتكون معي 400 خلية، بعد ساعة بتكون معي 800 خلية، بعدين بعد ساعة وعشرين دقيقة بتكون 600، إلى 3 ساعات بيكون قد معنا إيش 51,200 خلية بكتيريا. إيش ما أخذ مني لو أخذ 100% خاص حاولنا أي الإصابة بواحد ميكرو من السم يعني هي تنتجها 100 خلية من البكتيريا. أين نحصل على الإصابات؟ هنا ممكن إصابة البكتيريا موجودة في كل مكان، ممكن نحصل عليها أثناء تجهيز الأطعمة أو أثناء البيع الأطعمة أو في المقاصد في المدارس في البوفيات. أما في المطاعم عندنا حدث بلا حرق، يطلع الصراصير بالزيت حقيقة من أولا زيت شوية زيت ويصلح شيبس ما شاء الله بروتين لو بدأ تغضر الأسخانة كيف القرص هذا حق الإحمال نقول لنا الأمراض والدمار الصلاصة لذلك وأثناء الطلاقة ممكن مثل الشعر ويدق الشعر ويكون عن طريق الأدوات كاملة. هذا كل الآن بنتكلم على كيفية انتقال العدوى بالعطس أو عن طريق الرذاذ أو عن طريق إيش طريقة انتقال للعدوى، طريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة. كله إيش نفس الكلام، ممكن إيش الأدوات حتى في عندهم إيش كيف انتقل ممكن تلوث إلى لحم الخنزير، يعني حتى إذا كانت إيش الأسماك ملوثة وتم تقطيع الأسماك بالسكين تلوثت إيش السمكة بالمرض خاصة السلمونيلا، يجي بعد انقطاع لحم الخنزير إنه انتقل التلوث عن طريق المحارة والسكينة إلى اللحم الآخر. كيفية إيش حفظ الأدوية وممكن إيش حماية التلوث؟ كله إيش على قدر الكلام مفهوم عندكم، نفس الكلام اللي تكلم عليه في المحاضرة الأولى. نفس بعض طريقة الحفظ كله تخزين، طريقة التخزين طبعا كل البكتيريا بشكل عام توقف الانقسام حقها بدرجة زيرو درجة الحرارة، وتوقف الانقسام حقها وتموت بعد درجة 60 أغلب إيش البكتيريا. لاحظ إن إيش تموت بدرجة التجميد أقل من زيرو، من درجة زيرو سالب 4 يمكن إيش أن تموت البكتيريا. لهذا إيش أثناء تخزين أطعمة لازم تكون درجة الحرارة ليس برودة وإنما تجميد لكي إيش أقضي على المعظم من البكتيريا. مثل السلمونيلا والستافيلوكوكاس تموت بدرجة سالب 4 وتموت فوق درجة 50، وتوقف الانقسام حقها بس بدرجة الصفر ودرجة 50 من درجات الحرارة توقف إيش الانقسام حقها. نفس الكلام اللي تكلمنا عنها وأثناء الخضروات أحيانا العادة التقاليد كمان تكون حاجة نظيفة سلطة أو طعام نظيف احتفظت بالثلاجة في جانب طعام ملوث لينتقل ليش التلوث إلى الطعام الآخر أثناء الحفظ. صلى الله عليه وسلم. مفهوم 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 إنه في سورس ليش للإنفكشن في مكان في مكان للتسمم وبالتالي كيف تتصرف مع مثل حالتك. شوف اهم تصرف انك تحمي بقيه الناس اللي هم المحتكين او يكونوا من الفيروس. العامل الحين حتبحث عن السبب الرئيسي، هل كان منين جاي دايركت ان دايركت كان مشكله في حفظ الاطعمه والا كان مشكله في ايش؟ في طريقه الهاندلنج او توصيل الطعام. هذه كلها لازم ايش؟ لازم تاخذ بالاعتبار تبدا تعمل تعرف ايش الخصائص الموجوده والريسك فاكتورز الموجوده تبدا تعمل لها خطه كيف تخلص منها.
زي ما قالوا الشباب بأنه مثلا احنا بإشارة صحية العاملين، بس كمان لازم نتابع الغذاء مش فقط العامل فقط، لازم نتابع الغذاء إلى أن يصل بشكل محفوظ إلى العين، الأغذية زي ما كانوا يقولوا الأطعمة المكشوفة، صح الأطعمة المكشوفة مشكلة كبيرة، لأنه ما دام هو طعام جاهز مش هيتعرض مرة ثانية للتسخين ولا للنار ولا أي عامل عوامل يمكن تقلل العدوى، صار ايش؟ صار جاهز انه اذا في انفكشن عليه حيصير يعني حيسبب البوزنيك او حيسبب تسمم بشكل ايش؟ بشكل مباشر. اذا في حد منكم يعني انا اشوف انه موضوع الفود بوزنيك والفود سيفتي والهاندلنج انا اشوفها من المواضيع الكويسه، لو حد منكم يحب انه بعدين يشتغل في مثل هذه البرامج ممكن ايش يدمج الان يدور على الحاجات اللي يمكن يعملها. انا فقط احاول الان انكم توصلوا للنقطه بانه يعني مش عايزكم تطلعوا من الكورس هذا لو كل واحد كون فكره ايش ممكن يعمل البرنامج اللي هو انتم برنامجكم بالاخير هو برنامج اداره صحيه، لكن اكيد حيكون لكل واحد شيء معين يشتغل فيه، في حاجه معينه يشتغل فيها. اللي هيشتغل في جانب مثلا لها علاقه بالنيوتريشن، اللي هيشتغل في جانب حاجه برنامج له علاقه بالانفكشن، له علاقه بالفود بوزنينج، له علاقه اكيد حتدخل مجال ثاني. كيف تعمل برامج؟ كيف تخطط البرامج؟ فلو حد منكم حابب يعني النقطه هذه بالذات انا شايف هذه نقطه كويسه، لو حابب اشتغل فيها اعمل فيها بروجكت او ريسيرش لكماجستير بصراحه هيكون ايش؟ هيكون برنامج كويس. ممكن ايش؟ ممكن نشتغل فيه على مدى الان سنه ونص تقريبا او سنتين انتم معقدون البرنامج، ممكن نشتغل فيه بشكل حلو، هيكون عندكم بيانات حلوه وهيكون ايضا برنامج مفيد مفيد جدا. ايش؟ يعني انت مثلا دايجنوستس بالبكتيريا حاليا صعبه. ليش؟ يعني يعني انك تعمل ممكن على فكره ممكن تكون ان شاء الله هو كان موجود ولا كانت موجود؟ كانت موجوده بس الحمد لله مع الحمد لله ان شاء الله يعني ممكن وبعد كذا هذه تشيك ليست لازم تكون تشيك ليست معمول به في اكثر من مكان او يعني فلت يعني عليها دراسات مثلا انها فعلا تقيس هذه الدراسه صحيحه تروح تطبق هذه على تعملها كتشيك ليست على اكثر من مكان بعد كذا تشوف حتعرف هنا ان نقاط الخلل وخلال نقاط المكان اللي كانت عنده اكس اللي كان فيه ديفكت فيها وكيف نقضي عليه حلول ممكن تدرس بهذه الطريقه يعني مش بضروره على الطريقه انه نعمل كالتشر ونعمل نعرف نوع البكتيريا وغيره. اوكي المهم هذه عباره عن مقترحات انا عايزكم تفكروا من الان يعني انا ممكن اكمل معكم الكورس باقي 2-4 محاضرات تقريبا حنكمل لكن يا عبد الله كل واحد منكم يطلع شو يسوي؟ بدي في الاخير صاير ذلك في الدراسات كل الدراسات ايام اللي الستاتستيك اكيد ينفع لكن لازم حتى اوزع شويه عشان انا مش متاكد خلاص هو يختلف فقط من ايش؟ يعني اصحاب الاداره اذا لو هتعمل بحث في مجال الاداره غالبا يعملوا كواليتي ما يعملوش كواليتي يعمل كواليتي كيف؟ لانه مثلا كانوا شفت لو ركزت على الرسائل المعموله في القسم المعموله عندهم هنا من زمان اصحاب التربيه واصحاب كذا وكلهم اكثرهم اشتغلوا وحكت لها علاقه بالاداره فهتلاقي ما حقهم الرسائل المعموله عن مثلا ضغوط العمل لدى المدراء ضغوط العمل لدى المدرسين ضغوط العمل مش عارف مين وبعدين تاخذ الاكسبيرينس حقهم اللي هو الكواليتي كيف تاخذ الاكسبيرينس انك تقعد مع فلان تقول له اشرح لي تجربتك الاداريه من خلال 10 سنوات اقول لك انا بدات كذا عمل كذا نجمعها على شكل قوالب وهذا لها تفسير معين هذا يستخدم في الاداره اذا حتستخدم على شكل كوانتيتيف حتعمل حاجه زي اللي قلنا عليها لكن يختلف شويه يمكن ما تعملش انا اللي تكلم يمكن تعمل على شكل ديسكريبتيف او حاجه نسميها ايش؟ كوزال ريليشن يعني في حاجات مختلفه شويه يعني عن الموضوع هذا الاكونولوجي
هي الفكره نفس الفكره بس في حاجات شويه مختلفه هتعرفها انت. طيب من اللي هيتكلم بالاسبوع القادم منير وين؟ في المحاضره القادمه يوم الاحد من؟ يوم الثلاثاء. يوم الاحد اللي يوم الثلاثاء؟ يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء طيب الاحد من؟ اختلاف. لا احنا الخميس خلاص. الخميس الامتحان.